الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي بعالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا وصلواتنا إلى حضرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام محمود لعبادته، وارزقنا وارزق أهلنا وعيالنا وأولادنا وتلاميذنا وأحباءنا وأصدقائنا وجميع من أعانونا وساعدونا وجميع من حضروا في هذا المجلس في الدنيا زيارته وكمال اتباعه وفي الآخرة شفاعته، وأوردنا حوله المورود واحشرنا غدا تحت ظل لبائه المعقود. اللهم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى أرواح أصحابه البدريين والوحديين والحنينيين والخندقيين والخيبريين وسائر الصحابة والقرابة أجمعين. اللهم إلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وآل كل وأصحابهم أجمعين. اللهم خاصة إلى أرواح الخلفاء الراشدين المهديين وإلى أرواح الأشرة المبشرين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين، وإلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين وأصحابهم أجمعين، وإلى أرواح الأقطاب الأربعة ومن في أصولهم وفصولهم وفي سلسلتهم إلى يوم الدين. اللهم خاصة إلى روح شيخنا وسندنا سلطان الانتخاجة معين الدين الششي الجميل قدس الله سره اللذيذ. اللهم إلى روح شيخنا وسندنا وملادنا كتب الزمان السيد ألبي المنبرمي قدس الله سره اللذيذ. اللهم إلى أرواح خواص عبادك في هذه البلدة خاصة، اللهم زدهم شرفا لا شرف فضلا لا فضلهم. اللهم أعد علينا وعلى جميع أمورنا وعلى مجلسنا وعلى اجتماعنا هذا خاصة من أنبار مفيوضاتهم في الدنيا والآخرة. اللهم بحقهم وبدائهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لخدمة دينك ولإشاعة علومك ولإعلاء كلمتك كلمة أهل السنة والجماعة. اللهم بحقهم وبدائهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم ثم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا، وإلى أرواح جميع من ماتوا من قرابتنا وصداقتنا وحزبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واطب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا غافر المذنبين، وارحمنا يا راحم المساكين.